وبشأن التصعيد بين طهران وواشنطن، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. سيد زياد، مرحبا بكم. هناك من يرى أن الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران بدأت تخف حدتها، هل تعتقد أن الولايات المتحدة تراجعت أم أن إيران تريد أن تتجنب حربا ستكون فيها خاسرة بطبيعة الحال؟ مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين. الحقيقة يبدو أن التصريحات التي الأخيرة لترامب والتي قال فيها نحن لا نريد تغيير النظام في إيران، وهناك تصريحات مماثلة من قبل إيران تقول لا نريد الحرب مع أمريكا، هي في الحقيقة كلام منافي للعقل والمنطق، خاصة وأن الحرب والاستعداد لها يسير ولكن بخطى بطيئة. الحقيقة الطرفين يحتاجون إلى الوقت، والطرفين يراوغون وهم يعلمون بأنهم يراوغون، فترامب أعتقد بأنه قبض ثمن هذه الحرب، وهناك لوبي صهيوني يضغط على ترامب، هناك تأثيرات إقليمية في الشرق الأوسط، وهناك وعود تبقى سلاح ونفط إلى آخره من أجل خوض هذه الحرب وتخليص من النفوذ الإيراني. ولكني أعتقد بأن الحرب التي ستقع هي حرب طويلة وحرب استنزاف وحرب إعلامية، وبعدها ممكن أن تكون ضربات وقائية أكثر مما هي حرب ممكن أن نعتبرها مباشرة، لأن الحرب مباشرة تحتاج إلى جيوش شرارة وإلى إمكانيات هائلة جدا. أعتقد بأن الأمريكان غير مستعدين بالوقت الحاضر لهذه الحرب على الأقل خلال الأشهر القادمة. طيب سيد زياد، قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي قال في تصريح له، قال إن طهران استطاعت تجريد أمريكا من قدرتها على شن الحرب، ما مدى دقة هذا التصريح؟ هذا الكلام غير صحيح. ربما هناك تأخير، إذا كانت هناك ضربة أو هناك حرب هناك تأخير، نعم هذا الكلام صحيح، وهناك عمليات استفزاز حدثت من قبل الطرفين، ولكن الطرف الإيراني يبدو بأنه أكثر تصعيدا، خاصة بعد أن استهدف السفارة العراقية بأحد الصواريخ، وهو رسالة أكثر مما هو مجرد صاروخ، وكذلك استهداف السفن في ميناء الفجيرة في الإمارات، وخط الأنبوب النفطي في السعودية، كل تلك الرسائل واضحة جدا من الحرس الثوري بأنه سيقوم بعمليات في العمق العربي والخليجي خاصة، وأن البحر الأحمر لن يكون بديل لمضيق هرمز في الخليج العربي، وهناك الحرب ستكون أكثر شمولية، وهذا ما سيعيد الحسابات لدى الإدارة الأمريكية، خاصة وأن الحرب إذا وقعت ستكون في أكثر من مكان، لأن أذرع إيران واضحة جدا في سوريا وفي لبنان وفي العراق، وهي الساحة الرئيسية التي تكون فيها الحرب إذا ما وقعت. طيب، نحن أخذنا تصريح لقائد الفيلق القدس الإيراني سلامي، ولكن إذا ما أخذنا أيضا التصريح بالجهة المقابلة، مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قال إن الحرس الثوري الإيراني يسعى لاستخدام ميليشيات في العراق لمهاجمة قواتنا على حد قوله. سيد زياد، ما فرصة تطبيق ذلك؟ ربما هناك عمليا هناك مناوشات ربما ستقع في العراق. جون بولتون اليوم يقود حملة كبيرة ممهدة للمؤتمر الإسلامي الذي سيعقد في مكة، وكذلك اجتماع للجامعة العربية، وهناك اجتماع آخر أيضا لمجلس التعاون الخليجي. لذلك نجد بأن الإيرانيين يعرفون بأن الساحة تجري والتحضيرات مستمرة لضربات وقائية لإيران، وهم يدركون ذلك. وأما التصريحات الإيرانية فأعتقد بأنها تأتي ضمن الحرب الكلامية والتصعيد الإعلامي ليس أكثر، وهو مقترن بالتصريحات الأمريكية من شدتها. فعندما نشاهد الرئيس ترامب يصرح بتخفيض التصعيد الإعلامي نجد أن الإيرانيين كذلك، وهم لا يقولون لا نسعى للحرب وإنما هو أمر واقع، لأن تضارب المصالح أصبح كبير جدا، خاصة وأن هناك خطة أمريكية إسرائيلية لعقد صفقة القرن، ونجد بأن إيران عامل غير مساعد لإتمام تلك الصفقة بطريقة أو بأخرى بسبب ارتباطها فيها مع حركة
حماس في الأراضي الفلسطينية المحتلة. طيب سيد زياد، هناك من حذر من أن يؤدي حصار واشنطن لطهران، الحصار الاقتصادي، حذر من موجة نزوح ربما تبدأ من إيران نحو محافظات الجنوب العراقية. هل العراق يخشى هذا النزوح فبدأ بدور الوسيط بين الطرفين؟ هل هذا هو السبب الوحيد؟ العراق، الحكومة الحالية في العراق هي أصغر مما أن تلعب دور الوسيط. أنا قلتها مرارا، الحكومة العراقية تأخذ أوامر، وأقصى ما تستطيع أن تصل إليه هو نقل رسائل بين الطرفين لا أكثر ولا أقل. أما الحكومة العراقية الحالية وأذرعها في العراق فهي محسوبة تماما على طهران. ونجد بأن بومبيو بزيارته للعراق قال للحكومة العراقية نصا، إذا لم تكونوا معنا فعلى الأقل لا تكونوا ضدنا. طيب. فهو يدرك تماما بأن الحكومة العراقية لن تقف معهم بطريقة أو بأخرى، وإنما ولاءها لإيران باعتبار أن النفوذ الإيراني متغلغل جدا في العراق. التأثيرات على العراق حتمية، يجب أن تكون هناك تأثيرات سلبية على العراق. فالحرب مهما كانت هي أمر سيء في المنطقة، ونعتقد بأن الحرب ستؤثر على العراق بصورة وبأخرى، ولعل المكون أهلنا في الجنوب هم المتضررين الأكبر من وقوع هذه الحرب، كونهم سيكونون حطب لهذه المعركة ويتأثرون بموجات النزوح. سيد زياد، يعني يوم غد ستكون هناك قمة عربية خليجية، وبعدها في يوم الجمعة ستكون هناك قمة إسلامية لبحث تداعيات الهجوم نحو الناقلات النفطية في الخليج العربي. طيب إذا ما اندلعت حرب بين واشنطن وطهران، لو أخذنا هذا على محمل الجد نوعا ما، برأيكم على أي أرض ستكون المواجهة العسكرية؟ لابد أن تكون هذه الحرب ضمن ضربات استباقية أو ضربات وقائية تسمى. هناك أهداف محددة داخل العمق الإيراني، ولكن المواجهة الحقيقية وللأسف ستكون في العراق وبعض الدول العربية وفي مياه الخليج العربي ستكون موقع هذه الضربة. النظام الإيراني معروف بأنه دائما ما ينقل معاركه خارج إيران، ويقوم بعمليات نوعية من خلال أذرعه والميليشيات التي تنتشر في الشرق الأوسط من اليمن إلى لبنان إلى سوريا والعراق. لذلك يستعمل هذه الجحوش في أداء المعركة، وهو يستخدم هذه الميليشيات من أجل أن يقوم بحرقها، ثم بعد ذلك يدخل بقواته، وهذا ما شاهدناه بحربه مع بعض التنظيمات داعش وغيرها، وحتى القوات الأمريكية عندما كانت متواجدة في العراق، وهي التي هذه الجهود تحديدا هي من تقوم بالأعمال القذرة والتغيير الديموغرافي في العراق، وكذلك التدمير في سوريا ونشر الخراب في لبنان، وكذلك الميليشيات الحوثية في اليمن. من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري، شكرا جزيلا لكم.